في المركز الثقافي بمدينة السلمية. معرض فني يتضمن عددا من اللوحات التشكيلية تحكي عن التراث السوري والحضارات التي تعاقبت عليها، إضافة إلى لوحات توثق انتصارات الجيش العربي السوري. طبعا نحن حاليا موجودين بمعرض للفنانين المبدعين الرسامين في مدينة سلمية، هناك لوحات عديدة موجودة بهذا المعرض، لوحات بتدل عن الواقع الموجود حاليا، لوحات تحولت، في منها لوحات بتدل على الفرح، في منها لوحات بتدل على المستقبل الزاهر إن شاء الله لهذا البلد. حقيقة المعرض جميل جدا، المعرض متنوع بلوحاته، متنوع بالمواضيع اللي تناولها هذا المعرض. نتمنى لفنانينا التوفيق، نتمنى لبلدنا النصر. لوحات فيها جمال الطبيعة، حب الحياة، التمسك بالقيم بالتراث، تطوير للمعارف، كمان تنشيط للحركة الفنية بالبلد. هناك لوحات تتحدث عن عراقة وأصالة الشام القديمة، هناك لوحات تتحدث عن انتصارات الجيش العربي السوري. رسالة أنه بتحكي عن شخصيات عظيمة وتاريخية قديمة، عن القضية الفلسطينية. المعرض كتير حلو، يعني شفنا فيه كتير شيء عن الشيء التراثي، عن الفقرة، عن يعني أنه خلوا شيء أنه كله حلو يعني مرتب. عدد من الفنانين التشكيليين من مدينة السلمية جمعوا لوحاتهم في معرض ليكون رسالة حب وسلام من مدينة السلمية إلى كل العالم. للأخبارية السورية محي الدين فهد.